الكاف يعاقب الهلال، عندك سؤال؟ لا لا الكاف يعاقب الهلال ب4000 دولار ويؤكد مباراة العودة الثالثة عصر. نعم، دي حاجة طبيعية جدا، لأنه كرة الأشان تيك توكو البرج تقريبا الجنوبي فيه كان عطل تكرر في مباراة زيسكو الزامبي، فأوريدي يعني الكافي عاقبك. وافتكر انه يعني لا 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 ده سوء متابعة إدارية يعني. نعم، دي مشكلة إدارية، وافتكر انه يعني لا 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 انديتنا ذاته يعني بتقع في أخطاء ذاته ساذجة جدا. يعني لا لا انت ليه ما قبل المباراه او قبل البطوله يعني يكون تجهيزاتك كامله من في الاستاد، من ناحيه الاضاءه، من ناحيه مداخل الملعب، من ناحيه غرف اللاعبين، دي كلها يعني مفترض يعني تراجع يعني. لان هي كلها عندها دور في نفسيه اللاعب يعني. نعم، ودي بتعرضك برضه لعقوبات. فاعتقد يعني صراحه ان الاتحاد الافريقي غير مخطئ بغرامة الهلال وباللعبة العصر، لأنه فعلا لأنه حدث يعني خطأ وتكرر. هو عموما يا حمد عوض، أسمع المقاطعة. نعم، يعني 4000 دي على الهلال قد ما تكون رقم كثير، لكن هل قصة الإضاءة دي هي لعنة الجوهر الزرقاء الآن؟ يعني ليه إشكالات الإضاءة مستمرة في ملعب الهلال؟ والله منذ أن شهد الكاردينال الجوهر الزرقاء في مشكلة كبيرة جدا في الإضاءة، حتى أنه يعني شال الإضاءة القديمة غيرها بإضاءة جديدة، والناس كلها اتفاءلت بانه يعني الاضاءه دي كويسه، لكن بعد مرور الزمن يعني اتضحت انه للاسف اضاءه يعني ما بتشبه الهلال، وانه الكاف يعني حتى الكاف ذاته يعني ما بوقف فوق ساي. الكاف قال اضاءه الهلال اقل من 70%، ولا ده صراحه مستوى ضعيف جدا. فصراحة يعني يجب في الفترة القادمة انه يعني إدارة الهلال تعمل على إصلاح هذه الأخطاء. أنا ما بفتكر يعني صراحة يعني دي بتخصم شوية كده من حق الفريق، يعني حتى على مستوى التناول الإعلامي الدولي، بأنه يقول لك يا أخي الفريق ده دي مشكلة كبيرة جدا. فافتكر انه يعني اداره الهلال تقريبا يعني توصلت لاتفاق مع احدى الشركات تركيب اضاءه جديده تقريبا اتت من المانيا، ونتمنى يعني انه يعني تكون اضاءه جيده.